السلام عليكم خويا بخير لاباس عليك واش مزيان يلاه صحه ما نسولك لا عليك خير واش لكن ديسپونبل شي ماشين بحال هذه ميني موكا كاين شي وحده بحال هكا شي وحده خديه لكن ديسپونبل واش كاين الطريق لا عليك خير شكرا بايكم انا وسام كيف الحال خويا بخير لاباس عليكم وراني في امان الله كاين موجود موجود اخويا غير هو هاد ليا راه ما تحلش ليا وكيحسن ميني موكا ماشي ميني موكا كاين لي غاجي كنديروا لي غاجي بزاف وحاول تعيط ليا وصيفط ليا نشوف نشوف شنو هاد الفيديو هادي. السلام عليكم خويا بخير لاباس عليك واش مزيان بالنسبه للفيديو اللي صيفطت لك هذه واحد واحد الفيديو فلاشي اللي عندك في يوتيوب ديال واحد لا ماشين ديال واحد السيد صيفطتيها لي وداكشي اللي سولتك عليه هي ولا كاجيا ولا المهم غنصيفط واحد الفيديو اخر ديالك نيت ديال واحد كاجيا نيت باش تقول لي لي بري ديال ديالهم جوج هكا غنصيفط لك. الله يعطيك شكرا بزاف. اي الله يعطيك الخير اخويا شكرا بارك الله فيك. لا غادي ندخل ان شاء الله غادي ندخل للجروب تيليجرام غادي نجي فيه دويران نستافدوا شويه. الله يعطيك الخير. المهم كيما قلت لك انت تعرف اللي مزيان على حساب الجروب اللي غيخرج لي اسمح لي اللي غيخرج لي قهوه تكون زعما كريميه وتكون لابونس وتكون زويونه خاطره والا كان هذاك ديال الطاس واحد مزيان راه ماشي مشكل انا ديال الطاس بارك احسن كامل هذاك ديال جوج. المهم اللي غادي يكون مزيان وصافي انت راك ادرى بهذا الشيء. الله يعطيك الخير شكرا بزاف اخويا تبارك الله عليك زعما صراحه هذه هي الخدمه ولا حيب الخدمه القيه تبارك الله هذاك الشيء ما شاء الله واه لا زوين بالخير هذا صراحه اخويا كيما قلت لك راه لا اله الا الله كتشوف دابا فرق كبير ما بين واحد لي بروفيسيونيل وواحد غير لا عليك وصافي توصل لك داكشي ما عرفتيش المشكل فين كاين. لا تبارك الله داكشي ما شاء الله زوين هي عندك صح. مهم شوف انت اللي بان لك اللي غيخدم ليا مزيان سواء المحلول سواء اللي محلول من تحت الشبكه اللي في ديك الباسكيت كتبان ولا الاخر بحال شوف انت اللي بان لك مزيان واللي غيجي معاها وصافي اللي يخدم ليها وصافي بحال تبارك الله ما شاء الله خويا مشيت زعما صراحه انا ديما نقول تبارك الله قهوه نازله تبارك الله مع السلامه تبارك الله على خير ما شاء الله والله يسر وديك الساعه ان شاء الله تتوصلني ونستشر معاك على حساب الطحنه ونشوف ديك الساعه على حساب النمره اللي غندير فيها ولا حتى نجرب يمكن هي ما شحال حدها كاع تقريبا في هي غير تبارك الله حتى 34 ولكن وقيلا ما حد كطلع وسميتو وكتكون الطحنه خرجه وقيلا على حساب يمكن وقيلا دايرينها وما حتى على حساب اللي بغى البريق وداك الشيء تبارك الله زعما ما شاء الله ما نقول زعما تبارك الله عليك خير زعما الله يبارك. يا سمراء تأسرين القلوب ولا يأسرك أحد سمراء وانبتسمت أيقظت زهورا في خريفها وأوقعت طيورا في سمائها ولأنها سمراء فكل ملامحها تضج فتنة. يا سمرتي في هذا الليل يحق لك ما لا يحق لغيرك. يا سمرتي أن عيشي منتصف الليل اكسري في وحدتي اعتقيني من حراسة الوقت وظفيني في دائرة تكاملك اجعليني خيالي وخيالك بعضا من حقيقة. إذا مر بي يوما ولم أتذكر به أن أقول مساءك سكر فلا تحزني من ذهولي وصمت ولا تحسبي أن شيئا تغير فحين أنا لا أقول أحبك معناها أني أحبك كثيرا. داني أحبك كي أتخلص من فائض الحزن في داخلي وكي أتحرر من زمن القبح والظلمات. داني أنام بجوف يدك قليلا أياك أعذب الكائنات فبالحب يمكنني أن أغير هندسة الكون يمكنني أن أقاوم هذا الشتات لذلك داني أحبك. يا خويا بخير لاباس عليك واش مزيان ديال مصحه راه انا وصلت للصباح الله يعطيك الخير. المهم راه لحقت فيديو في الجروب راه تبارك الله على خير اللهم بارك. جربت الطحنه الاولى وحده بالثمانية وحده شويه حرشتها شويه بالتسعود السبعه جات شويه دايره جات شويه جاتني منيله بزاف رقيقه وخرجت دايره خرجت زعما كتقطر بشويه صافي وانا طلعت الطحنه واحد شويه. مهم تشوف الفيديو وقول لي شنو بان لك واش زعما داك القياس مزيان ولا شنو ندير. الله يعطيك الخير شكرا بزاف سهيب. يلاه دخلت الجروب لقيتك داكشي لقيتك جاوبتي الله يعطيك الخير شكرا بزاف سهيب. جيت مع الميساج ديالك في الجروب نيشان
الله يكبر بك اخويا ايوب، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. هي انا لقيت ما تعطل شويه على برا داكشي، راه يلاه دخلت ليه واحد شويه باش بونسليت في التيت ابروفا في الجروب. الله يعطيك الخير، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف، ورا الفضل من بعد الله كان عليك، وشكرا بزاف. كما قلت صراحه زعما اش نقول لك، كان ناقص شي في المغرب بزاف صراحه، كان خاص شي واحد بحالك صراحه والله، انه الواحد اللي ماشي غير غادي يبيع لك صافي، يعني باش تلقى واحد اللي غادي يدير معك واحد السويفي وفهمتي اي حاجه ما كيبخلش عليك بها الى ما راه اخويا، راه الله يوفقك والله زعما، راه الحمد لله. ماشي ملي كتلقى واحد الانسان بحال هكا راه كترتاح، كتلقى الضاله ديالك ماشي ما كتوحد فشي لعيبه بحال هكا، يعني كتشوف كتسمع كتستافد هذيك، راه طبيعي الحال الواحد كيوصل لهذاك النقطه وداك الشيء اللي كيقلب عليه راه كيلقاه. نطلب الله ما يحشمناش، الله يجازيك بخير، شكرا بزاف، بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. اي والله الا تفكرت وراه غندير ان شاء الله شي فيديو، غادي ندير ان شاء الله على حساب ندير واحد الكومباريزون بيناتهم، ولكن نقول لك زعما صراحه والله خويا حشومه ما كان نديرو هذيك القضيه كاع ترى ملي دقتها صافي، الاخرى ما ملي دقتها الاخرى ما فينا تبان قدام، راه تبارك الله ماشي زعما والله خويا ماشي زعما حيت القهوه ديالك كنقول لك هكا زعما حطيت كاع صراحه، راه قهوه اللي راه تبارك الله ماشي فين تبان شي ديبوها ولا شي هضره ما شاء الله والله زعما كتجي دوك لي غاشا دوم وكنشوف فيهم كنتامل فيهم تبارك الله زعما اللهم بارك والله. كوب القهوة هذا الذي تشربه على مهل، وقبل أن يكون بين يديك كان حبات بن تتعلق بأمها قبل أن يحين قطافها، ظلت أعين تحرسها وامتدت يد لتجنيها، سافرت عبر رحلة طويلة، عبرت البحار والقفار، اختارته بعناية.